زهرة الحقيني. في ايه؟ والد الطالب ايمن جه وجايب البوليس معاه. بوليس في المدرسة؟ احنا اتفضحنا. ايه؟ يا خبر اسود، ايه اللي بتقوله ده؟ بوليس في مدرسة انا؟ طب ليه؟ مين اللي جابه؟ دي مصيبة يا لطفي. اتصرف بسرعة، اعمل اي حاجة. الحكاية دي لو اتعرفت انا هروح في 60 داهية. بقولك يا لطفي، انا دلوقتي عندي اجتماع مهم، اعرف ايه الحكاية وبلغني بسرعة بسرعة يا لطفي. بوليس ايه يا بولوفا بيه؟ ايه؟ لا لا، دي مشكلة بسيطة يعني، هتتحل هتتحل ان شاء الله. هو لازم تتحل. احنا كنا بنقول ايه؟ يا استاذ عماد، المدرسة بتدرس الموقف وهتعمل اللازم، وانا قلت لحضرتك قبل كده اعتبر المبلغ الدفع، ايه لزومه بقى تعمل شوشره وتتعب حضره الضابط؟ تدرسوا ايه؟ هو عقاب الحرامي محتاج دراسه؟ عقاب الحرامي حبسه، وانا حذرتك قبل كده وبرضه مفيش فايده. دي مدرستي وانا ادرى بيها، وانا اعرف ازاي احل كل المشاكل من غير اي ضرر لاي طالب. سيادتك يا فندم، عارف ان دي مدرسه وليها قوانين ونظام وكده، واكيد الاداره بشغاله انها تحقق في الموضوع، انما اللي بيحصل ده مش كويس قدام الطلبه. مفهوم طبعا، بس للاسف استاذ عماد عمل محضر بالواقعه وتحول نيابه، وبناء عليه النيابه طلعت اذن تفتيش، فاحنا بقى دلوقتي كل دورنا هنحقق في الواقعه لحد ما الحياه تبان. طب معلش يا باشا، بعد اذنك يعني، من حق الاداره انها تشوف اذن النيابه. حقك طبعا. ده اذن النيابه، لو اذن النيابه بايت من امبارح كمان. ده احنا اسفين يا باشا، طبعا مش هنقدر نمنعك من حقك تشوف شغلك. يا حضرة الضابط، الأستاذ عماد بيقول إنه بيتهم شخص بعينه، ممكن نعرف مين الشخص ده؟ اتفضلي يا ست، اتفضلي، اقري الرسالة دي وسمعينا عشان تعرفي احنا بنتهم مين. اللي سرق الفلوس من شنطة أيمن هو الدكتور عامر المشرف الاجتماعي. ايه؟ احنا شفناه وهو بياخد الظرف من شنطة أيمن ومخبيه في مكتبه. أنا